وحبيبي. ايوه هو مش من الصدف الجميله ان يبقى رئيس النادي الاهلي هو افضل لاعب في افريقيا الوحيد وهو هداف هذه البطولات الهداف الافريقيه التاريخي. للنادي الاهلي، هداف التاريخي، يعني هو صاحب نصيب الاسد في هذه الليله التي نجلس فيها. انا بقول لكم هي خلطه حب حلوه، خلطه حب اهلاويه، فيها السفير والوزير والغفير، فيها الكبير والصغير، الكل في حب الاهلي متجمع. واحد من العشاق الاهلاويه الكبار اللي عاشوا اللحظه بصدق وحبوا الاهلي بدون دبلوماسيه، حتى وهو واحد من كبار رجال الدبلوماسيه المصريه، سياده السفير ياسر مراد، الشاهد الحي وشاهد العيان الكبير على حفل تنصيب الاهلي في جوهانسبرغ. سياده السفير كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا ابراهيم بيه. وحشنا يا فندم، وتحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي، ودايما وابدا بيك. موفق. اهلا بيك واهلا بالباشمهندس عادلي صديقي العزيز. ياسر بيه، يعني جميل جدا ان اول لقاء لينا كان في هذه المناسبه الخالده لما التقينا في جوهانسبرغ، وكان حضرتك في مقدمه المستقبلين، ويمكن ده بيشجعني. انت ما سبتناش ولا ثانيه طبعا، لكن ده كان شرف ليا يا عدلي بيه والله، واحنا تشرفنا بمعرفه انسان على خلق صادق، كادر سياسي على اعلى ودبلوماسي على اعلى مستوى. ولكن عايز اعرف الحاجه اللي انا ما اقدرش احكيها للناس، انت مؤكد هتقولها لهم احسن مني، تداعيات او تاثير تلقي السفاره لخبر تتويج النادي الاهلي والاحتفال به في جوهانسبرغ. صدا كان عامل ازاي واجواءه كان عامله ازاي، وتداعياته على الجاليه المصريه وعلى السفاره كان عامل ازاي؟ ده حدث تاريخي يا عدلي بيه، يعني الكل كان سعيد سعاده غامره، يعني سعاده سفيره نيلة جبر واخي عطيه سكران المستشار الاعلامي وانا شخصيا حبيبنا عطيه. يعني تلقينا هذا الخبر بسعاده بالغه، وكان يعني ملء العين ويعني والسمع للجميع في كل وسائل الاعلام. نادي القرن كان النادي اللي بيحتفى فيه في هذه الاحتفاليه الاولى من نوعها اللي كانت بتعقد للمره الاولى في جنوب افريقيا، وكانت بمثابه يعني فاتحه خير في القرن ال21. يعني في سنه 2000 توجنا كنادي للقرن، وبعدها بعام برضه في جنوب افريقيا توجنا بكاس افريقيا وبكاس السوبر برضه في جنوب افريقيا. فكان بمثابه فاتحه خير علينا وعلى النادي وعلى مصر. طيب الحقيقه يا استاذ سفير، الاهلي كواحد من مكونات القوى الناعمه المصريه الرائعه جدا، دايما وابدا في علاقته بافريقيا، ايه الدور اللي انت حضرتك رصده لدور النادي الاهلي في التواصل مع القاره الافريقيه ودولها من خلال هذه البطولات الطويله؟ لا ده شيء انا اتذكره بقى بعد مثلا 12 سنه، لاني او 13 سنه لاني رافقت بقى الفريق عندما توج بطلا بعد ما فاز على اورلاندو بايرتس في 2013. فقارنت ما بين ما كان الوضع عليه في 2001 و2013، ما كانش في حديث غير على النادي الاهلي والتعجب. لو تتذكر احنا 2012 و2013 كان النشاط شبه متوقف. فكان العجب ان الجنوب افارقه كانوا بيتساءلوا ايه هو السر ورا النادي الاهلي ان هو متفوق دائما بدوري ومن غير دوري ودايما في الصداره. فما كانش في رد غير ان هو ده النادي الاهلي. ببساطه شديده هو ده اداء النادي الاهلي، سواء اذا كان في بطوله او ما فيش بطوله، سواء اذا كان في نجوم كبار او لو نتذكر برضو في بدايه القرن ما كانش الفريق عامر بالمواهب اللي بعد كده جت للنادي، وكان يعني مسفرتك اليابان. سفرتنا اليابان بعد كده بالظبط يا علي بيه. حضرتك جيت لنا هناك واحتفلت معانا، جيتنا من اسبانيا انا فاكر. ب 2006. لا بس انا عايزك في حاجه ثانيه مهمه جدا لا علاقه بالقعده اللي احنا قاعدينها دي والمناسبه اللي بنحتفل بيها.
شركة عالمية أرادت أن تحتفل بأبطال نصف العالم، فقررت أيوة. أن تقيم مباراة بين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن عن أوروبا اللي هو كان ريال مدريد، وكان معاليك بتوضب أو من ضمن تصحيحا بس برشلونة كان برشلونة أنت عملت الديل بتاع برشلونة ساعتها أنت عملت برشلونة بتاع برشلونة لا أنا بتكلم على ماتش ريال مدريد لما جه لعب هنا في 2001 في 2001 ده بالظبط ده 2001 ده أنا بتحدث عن احتفالنا لا أنت بعد كده في المئوية مع برشلونة كنت ساعتها حضرتك ساعتها كنت سفير في إسبانيا بالظبط فيعني ريال مدريد وبرشلونة بيلعبوا مع نادي القرن عن أفريقيا. وأنا ليه بقول ريال مدريد؟ لأن كان في كاس كبير جدا موجود حاطينه في مدخل نادي أهلي مدينة نصر اتلعبت عليه المناسبة دي، وكل الناس كانت متوقعة أنه هيسلم ريال مدريد حتى الشركة اللي نظمت الإيفنت. ففوجئوا أن النادي الأهلي عمل مباراة العمر وكسب 1-0 وأضاع ثلاث كور في العارضة وكسب المباراة. ده جانب من المباراة اللي كانت الأولى لمانويل جوزيف مع في علاقته مع النادي الأهلي، وده اللي أنا يعني عايز أخرج منها، إن دي كانت بداية تقديم مانويل جوزيف لأوراق اعتماده للجماهير المصرية عشان يقود النادي الأهلي بعد سنوات قليلة إلى أكبر أمجاده الكروية. بالظبط بالظبط، هي السنة التالية على طول يعني بطولة أفريقيا، ثم بعدها بأشهر فزنا برضو بكأس السوبر، والمرتين كانوا من فرق جنوب أفريقيا. ما هو دي الصدف الجميلة يعني. وكان لي الشرف أن أكون هناك ويعني أساهم ولو بقدر يسير في أن أنا يعني أطلع الجهاز الفني والإداري بكل ما هو مطلوب ليه يعني توضيح الموقف فنيا واداريا كده بالنسبه للتعامل مع الفريقين يعني. تمام. الحمد لله يعني معالي السفير، في اللحظه دي رسالتك ايه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وهو واصل حتى الان لصداره القرن ال21 وهو بيحتفي بعقدين من هذا القرن؟ رسالتي يعني ان كان لي ان اقول ان طبعا. احنا لسنا في موقع المقارنة مع أحد، ولسنا في موقع لأن نؤكد على ما هو مؤكد. النادي الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، وليس هناك يعني باب لأي جدل أو مناقشة في هذا، فندع ده وراءنا. علينا أن نهتم بنادينا وبفريقنا ونستمر ونلتفت الى احاديث تافهه جانبيه ليس لها اساس. النادي الاهلي سيظل عنوان لمصر ولشباب مصر وللاداء المتميز المتفاني اللي بيركز في الاساس على الروح الرياضيه وعلى السموم والاخلاق والمبادئ والقيم اللي دايما كان عنوان ليها. مفيش اجمل الا للاحتفال. مفيش صحيح. اجمل من الكلمات دي ياسر بيه تلخص كل ما نريد ان يقال لجماهير الاهلي ولجماهير الرياضه بشكل عام. نشكرك على هذه المداخله ونتمنى لك التوفيق والتواصل المستمر. ده يا عدل بيه والف شكر ابراهيم بيه، ودايما من احتفال الى احتفال، وان شاء الله كابتن صالح هعمل لسعادتك زي كابتن صالح واقول لك نتقابل في نهايه القرن بقى ان شاء الله. كده هي دي كلمته المقصوره، كلمته المقصوره. احنا رحمة الله عليه. احنا مش بس فريق القرن العشرين بل ابطال القرن ال21 ان شاء الله. سنظل ان شاء الله وسيتسلم الرايه الاجيال القادمه، وهيكون دايما عنوانها هو التفاني والأداء المتميز اللي دايما بيميز النادي الأهلي إن شاء الله. معالي السفير شكرا جزيلا وكل سنة وسعادتك طيب. شكرا جزيلا للسفير ياسر مراد، واحد من رجال الدبلوماسية المصرية الكبار اللي عاش اللحظة التاريخية في تنصيب الأهلي نادي للقرن.